حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. قال محافظ البنك المركزي علي محسن العلاقة إن البنك ماض للاستغناء عن التحويلات الخارجية السنة القادمة واعتماد المصارف المجازة داخل العراق في عمليات التحويل الخارجية. جاء ذلك بعد اتفاق بين البنك المركزي العراقي والبنك الفيدرالي الأمريكي أسوة بدول العالم، حيث لا تمارس البنوك المركزية أعمالا تنفيذية يتركز دورها في الإشراف والرقابة. ذكر العلاقة أن الحوالات عن طريق بنوك المراسلة بلغت 60% من إجمالي الحوالات خارج المنصة الإلكترونية الخاصة بالبنك المركزي. أكد خبراء اقتصاديون أن التحدي الأبرز الذي يواجه البنك المركزي العراقي بشأن استمرار انخفاض قيمة الدينار هو عدم إيجاد وسيلة لمعالجة تحويلات التجارة الخارجية. وأضاف الخبراء أن معالجة تلك التحديات بحاجة إلى جهد دبلوماسي لإقناع الفيدرالي الأمريكي لتحديد قيمة محددة للتبادل التجاري، مشيرين إلى أن إجراءات البنك المركزي بمنح المسافرين للخارج صرف 3000 دولار بالسعر الرسمي إجراءات غير صحيحة ولن تجدي نفعاً. قال مدير إعلام شرطة الكرخ العقيد عزيز ناصر إن العمال الأجانب يعيشون ظروفاً بائسة على الرغم من أنهم يحصلون حسب تقديرات أعدادهم يحصلون على نحو مليار دولار سنوياً من عملهم في العراق. أضاف أن العمال الأجانب يأتون إلى العراق عبر الفيزا السياحية وبعد انتهاء مدتها يذوبون في الوظائف داخل العراق، منهم من يبدأ بالتسول وهو عملية مربحة جدا. هذا وأوضح أيضا أن بعض أرباب العمل يستغلون العامل الأجنبي، وهناك تجار يقومون بجمع العمال في محل سكن واحد وعادة ما يكون مزدحما. ارتفعت أسعار النفط الأبيض في السليمانية مع دخول الأيام الأولى من فصل الخريف وسط توقعات بارتفاعها أكثر خلال الشهرين المقبلين. وقال تجار إن أسعار النفط الأبيض في الأسواق مرتبطة بعدة عوامل لها تأثير على السعر النهائي الذي يدفعه المواطن مقابل الكمية التي يشتريها في الأسواق إذا كان في فصل الخريف أو الشتاء أو حتى الصيف، وتلك العوامل قد تكون بعضها أقل وطأة في إحدى المواسم أو الفصول. استقبلت مدينة اسطنبول التركية أكثر من 11 مليون سائح خلال الأشهر الثمانية من العام الحالي 2023، فيما جاء العراقيون بالمرتبة الثانية من بين السكان العرب. وأفاد بيان صادر عن وزارة الثقافة والسياحة التركية بأن عدد السياح في شهر آب الماضي ارتفع نحو 5% مقارنة مع العام الماضي. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.